أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. يقول الكاتب علي حسين في مقال نشرته صحيفة المدى: توقفت عند صورة السيد عادل عبد المهدي يرتدي الفروة الشتائية في عز الصيف ويناقش شؤون البلاد والعباد مع رئيس مجلس النواب قبل أيام. تطلعت جيدا إلى الصورة التي حالتني إلى صورة مشابهة قبل 3 أعوام، كان فيه أيضا السيد عادل عبد المهدي يبتسم ويرتدي الفروة نفسها ويناقش أحوال هذه البلاد وشؤون عبادها. لقد بحت أصوات الجميع بأن بقاء العراق واستقراره ليس مرهونا بوجود هذه الشخصيات، فمعظمهم لم يقدم الأداء المبهر الذي يجعل أحدا يتغاضى عن فشله، وكونه ينتمي إلى طبقة سياسية لم تجلب للعراق سوى الخراب. ليس لدي اعتراض على ظهور السيد عادل عبد المهدي، لكني أستغرب كيف يحق لمسؤول تمت الإطاحة به من خلال احتجاجات شعبية راح ضحيتها مئات الشباب أن يناقش ما يجري في البلاد ويقترح أسماء بعض الشخصيات لتولي منصب رئيس الوزراء. لن أصدع رؤوسكم بتجارب الشعوب وأقول لكم كيف أسقط البريطانيون أهم سياسيين في القرن 20، وينستون تشرشل ومارغريت تاتشر، ولم نقرأ أو نسمع أن أحداً ذهب إلى تشرشل الذي قرر الاعتزال والتفرغ لكتابة مذكراته ليستشيره، فيما تاتشر المرأة التي وضعت بريطانيا كقوة اقتصادية عظمى وأعلنت مكانتها في العالم وجدت نفسها في مواجهة أعضاء في حزبها كانوا قد سئموا منها، فقدمت استقالتها وانزوت في بيتها لكتابة مذكراتها ولم تطلب من أحد أن يأخذ مشورتها في شؤون المملكة. تخيلوا المستشارة ميركل القوية التي دخلت التاريخ من أوسع أبوابه وعاشت معها ألمانيا أهنأ مراحلها، قررت الاعتزال ليس لأنها لفلفت عشرات المليارات أو عينت أقاربها سفراء أو أصدرت الأوامر باستباحة دماء عشرات الشباب، فقط خسر حزبها في الانتخابات بعض المقاعد في الوقت الذي خسر فيه ساستنا جميع الروابط التي تربطهم بالمواطن العراقي. لقد كشفت الأيام الماضية إلى أي مدى بات واضحاً أن من أولى العقبات التي تحول دون عودة الحياة إلى طبيعتها وجود العديد من الوجوه السياسية ومعهم أحبابهم ومقربيهم وشلة مستشاريهم والذين لا يريدون مغادرة الكراسي معتقدين أنها حق اكتسبوه بالوراثة والنضال. من موقع مركز رسام نقرأ مقالاً للكاتب حسين صالح السبعاوي: يعاني الإطار التنسيقي من أزمة حادة بعد انسحاب التيار الصدري من سباق تشكيل الحكومة ومن البرلمان، فهو اليوم عاجز عن تشكيل الحكومة بمفرده بدون التيار الصدري، وقد عجز سابقاً أن يقنع التيار بالاندماج في كتلة واحدة لتشكيل الحكومة. لقد تعامل الإطار التنسيقي بانتهازية مستغلاً انسحاب نواب الصدر ليقدم المرشحين الاحتياط بدلاً عنهم، فسارع بدعوة مجلس النواب للانعقاد رغم عطلته الفصلية لإتمام الإجراءات القانونية لتثبيت البدلاء ويقطع الطريق على الكتلة الصدرية من التراجع بقرارها ليضمن الأغلبية. لكن لا شك أن قرار انسحاب التيار الصدري من العملية السياسية ستترتب عليه انعكاسات وتداعيات جمة على العملية السياسية في العراق وعلى تشكيل الحكومة بشكل خاص، وأن الإطار عاجز عن الخروج من هذه الأزمات. الإطار التنسيقي هو المسؤول عن تدمير الدولة ومؤسساتها حتى شاع مصطلح لا دولة في العراق، وهو المسؤول عن تهجير السكان والتغيير الديموغرافي، وهو المسؤول عن القتل والخطف، ومسؤول عن نشر المخدرات وإفساد المجتمع، كما هو وميليشياته مسؤولين عن تهريب النفط وتدمير الثروات الوطنية من الزراعة وبحيرات الأسماك والثروة الحيوانية، وهو مسؤول عن الاغتيالات السياسية بما فيها محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ومسؤول عن استهداف جهاز المخابرات بالطائرات المسيرة،
وهو المسؤول عن قتل ثوار تشرين في وسط وجنوب العراق، وهو المسؤول عن كل ما يعانيه العراق من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية. بعد كل هذه الأزمات التي كان الإطار التنسيقي سبباً فيها، كيف للشعب العراقي أن يتقبله وكيف لحاضنته وخاصة داخل المكون الشيعي أن تتقبله وتنتخبه؟ لكن جماعة الإطار لا تعي هذه الحقائق بسبب تبعيتها المطلقة لنظام الولي الفقيه في إيران، كما إنها لا تعي بأن النظام الإيراني يستخدمهم كأدوات لتحقيق مشروعه والحفاظ على مصالحه في العراق. ومتى أدركت إيران بأن هذه المجموعة أصبحت عاجزة عن تحقيق أهدافها في العراق، فإنها أول من سيتخلى عنها وسيلقي بها إلى الشارع ليتركها تواجه مصيرها مع الشعب العراقي الذي ضاق بها ذرعا. قالت صحيفة التايمز البريطانية في تقرير أعده ريتشارد كونلي إن العقوبات الغربية أضعفت روسيا، لكنها لم تغير سلوك الرئيس فلاديمير بوتين. فبعد غزو موسكو لأوكرانيا، فرض الغرب وحلفائه حزمة من العقوبات ليست مسبوقة في حجمها ومنظورها، وتركت العقوبات آثارها المباشرة على روسيا، حيث تم تجميد كل أرصدة الدولة في الخارج وحرمت البنوك الروسية من التعامل مع النظام الدولي إلا في العقود المالية الضرورية، ولم تعد الشركات الروسية قادرة على استيراد التكنولوجيا الضرورية مثل الرقائق الإلكترونية وتلك المتعلقة بالطائرات المدنية وقطع الغيار لتشغيل قطاع الغاز والنفط. ومما زاد في تعقيد الوضع الاقتصادي هو اختيار مئات الشركات الدولية سحب ووقف عملياتها في روسيا، خشية أن تتضرر سمعتها لو استمرت بالتعامل التجاري هناك. رغم ما لوحظ من إشارات تغير في روسيا خلال الأشهر الماضية، فإن البلد بدأ بالتكيف مع الظروف الجديدة، وبالتأكيد فإن البلد يعاني من الركود لكن عمقه ليس بالخطورة الشديدة. وأعطت زيادة أسعار النفط والغاز الكرملين المال الكافي لمواصلة حملاته العسكرية وحماية قاعدته من آثار الحصار الدولي. وبطريقة غير مقصودة دفعت العقوبات النخبة الروسية قريبا من الدولة وسرعت في اعتمادها على الصين. وفي تحليل أثر العقوبات، فإنه بعد 5 أشهر على أكبر حرب تشهدها أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، والعقوبات التي فرضت بسبب ذلك، فقد تم تجميد نصف الأرصدة الروسية المحفوظة بالعملات الأجنبية، وانهار الاستيراد بسبب تراجع الروبل في الشهرين الأولين للحرب، ولأن روسيا لا تستطيع استيراد البضائع من أوروبا وحلفائها، ولم تكن روسيا قادرة على بيع منتجات تقدر بمليارات الدولارات من الذهب والفحم الحجري للدول التي فرضت عليها عقوبات. وهناك محاولة مع أنها ليست ناجحة بعد تهدف إلى إقناع الدول في الشرق الأوسط وآسيا بالانضمام إلى حملة المقاطعة ضد روسيا. ومن المتوقع أن يتراجع الإنتاج الروسي من الغاز والنفط اللذين حولا موسكو إلى قوى عظمى في الطاقة بسبب عدم توفر التكنولوجيا والمعرفة. وبالمحصلة فسيواصل بوتين استخدام العقوبات لصالحه وشن حرب ضد المعارضين وتبني سياسات معادية للغرب في الخارج. وعلى الغرب مراجعة سياسة العقوبات وما يمكن أن تحققه بطريقة عملية، فهي بالتأكيد ستجعل روسيا فقيرة وأضعف، لكنها لن تغير طريقة تفكير الكرملين ولن تفعل الكثير لتقوية اقتصاديات الدول الغربية، والأهم من كل هذا أنها لن تساعد أوكرانيا. نشر صحيفة فاينانشال تايمز تقريراً قالت فيه إن سكان قرى فلسطينية خسروا معركة قانونية عمرها 20 عاماً من أجل الحفاظ على بيوتهم، يواجهون مستقبلاً غامضاً، لكن قرارات المحكمة التي وقفت إلى جانب الجيش الإسرائيلي تفسح المجال أمام أكبر عملية مصادرة وتهجير الفلسطينيين منذ عدة عقود. وجاء في تقرير عده جيمس شوتر من مسافر يطا أن محمد أيوب يرى أن خربة الفخيت تعتبر بيته ومحل إقامته،
وقضى المزارع الفلسطيني 46 عاما فيها، حيث كان يحصل على لقمة العيش من تربية الخراف والماعز والحمام على التلال القاحلة المحيطة به. لكن الجيش الإسرائيلي يرى أن الخرب الواقع على الطرف الجنوبي في الضفة الغربية تمثل أمراً مختلفاً، وهي جزء من ميدان الرماية، ويريد تحويلها إلى منطقة للتدريب العسكري. في أيار مايو حصل الجيش على ما يريده من المحكمة العليا، وفي القرار الذي أصدرته عشية عطلة عامة فقد أعطي الجيش الضوء الأخضر لكي يستخدم المنطقة والتي تضم 8 قرى فلسطينية أخرى كميدان رماية، ويهجر سكانها البالغ عددهم 1200 شخص. ويرى الناشطون والدبلوماسيون أن القرار لصالح الجيش سيكون أكبر عملية إجلاء للفلسطينيين منذ عقود، ويظهر الضغوط التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية. وانتقدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي خطط تهجير الفلسطينيين، وترك سكان القرى مثل أيوب يواجهون مستقبلاً مجهولاً. وقال الرجل الفلسطيني: نحن خائفون طوال الوقت ولا نعرف ماذا سيحدث إن كانوا سيطردونا، كل شيء قابل للتغيير. وبدأت المعركة على القرى في منطقة مسافر يطا والتي يتم الوصول إليها عبر المسارات التي تتعرج بين التلال والصخور جنوب محافظة الخليل. في الثمانينيات من القرن الماضي، عندما قرر الجيش الإسرائيلي اعتبارها منطقة عسكرية مغلقة، وبحسب الجيش فعملية تصنيف المنطقة تمت عبر عمل فريق واعتبارات عملياتية متعددة مرتبطة بها، وحقيقة أن المنطقة لم تكن مسكونة في ذلك الوقت. نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً عده جيم سكراولي، قال فيه إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استطاع التوصل لاتفاق بين روسيا وأوكرانيا من أجل تصدير الحبوب من البلدين ورفع الحصار عن الموانئ الأوكرانية، وهو ما أثار ترحيباً في واشنطن، لكن لا يعني أنها راضية عنه بشكل تام، فهو صداع لأنه أثار قلقها على جبهات أخرى. وعلق أردوغان الذي كان جالساً إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تحت قبة قصر عثماني أن الصفقة التي ساعدت تركيا في التوصل إليها ستنفع الإنسانية أجمع. رحبت إدارة بايدن بالصفقة التي ستخفف من أزمة الحبوب العالمية رغم شكوكها من تحرك الرئيس فلاديمير بوتين بحسن نية. فبعد يوم من توقيع الصفقة ضربت الصواريخ الروسية ميناء أوديسا، ومع ذلك أثنى المتحدث باسم البيت الأبيض على جهود أردوغان. وفي داخل الإدارة لا يزال الرئيس التركي مصدر إزعاج كبير لها، فقبل أيام من توقيع صفقة الحبوب هدد الرئيس التركي بأنه سيمارس الفيتو على انضمام كل من فنلندا والسويد لحلف الناتو، وهو تحرك قد يحرج التحالف العسكري والإدارة أثناء الجهود لمواجهة روسيا. وعبر الكونغرس عن عدم رضاه من تعهد الرئيس بايدن أثناء قمة الناتو في مدريد بدعم صفقة مقاتلات F-16 التي طلبت أنقرة شراءها. وفي يوم الجمعة كرر المتحدث باسم البيت الأبيض قلق الولايات المتحدة من تهديد أردوغان بشن حملة عسكرية في شمال سوريا ضد المقاتلين الأكراد الذين يعتبرهم أردوغان إرهابيين، وهي تعبر عن موقع الزعيم التركي الاستثنائي كحليف عسكري يقف على طرف النقيض مع أجندة الحلفاء الغربيين. وبالنسبة للمسؤولين الأمريكيين فهذا دور يدعو للجنون الدائم. وترى إليزابيث شكل فورد المسؤولة السابقة في الخدمات الخارجية أن أردوغان بالضرورة هو جوي مانشين الناتو، في إشارة للسيناتور الديمقراطي المحافظ عن ولاية ويست فيرجينيا الذي حد من قدرة بايدن على تطبيق أجندته الداخلية، وقالت: هو في فريقنا ولكنه يعمل أمورا ليس جيدة لفريقنا، ولا أرى أن هذا سيتغير. كشف موقع روسي عن تفاصيل صفقة الحبوب التي وقعتها روسيا وأوكرانيا في اسطنبول تحت إشراف الأمين العام
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وقال موقع نيوزري في تقريره أن الطرفين اتفقا على سحب الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية في ظرف 4 أشهر، بينما وعد الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات المفروضة على موسكو المتعلقة بتقييد توريد المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية. وأضاف الموقع أنه من أجل مراقبة كيفية سير عملية سحب الحبوب سيتم إنشاء مركز تنسيق خاص في اسطنبول يضم جميع أطراف الاتفاقية. رغم أن الاتفاقية لا تنص على أي مرافقة عسكرية، غير أن موسكو تعهدت بعدم إطلاق النار على السفن المحملة بالحبوب، لا سيما أن خرق شروط الاتفاقية يبطل مفعولها ويزيد من حدة التناقضات ويؤدي إلى تصعيد الأعمال العدائية. وأصبحت مساهمة تركيا في حل أزمة الحبوب جلية للعيان بعد نجاحها في لعب دور رئيسي في حل أزمة الغذاء العالمية وإعلانها عن توسطها المحتمل في الصراع بين موسكو وكييف. إلى جانب النقاط التي سجلتها على مستوى السياسة الخارجية، ستتمكن تركيا بعد أن أصبحت مركزاً للحبوب من حل المشاكل السياسية والاقتصادية المحلية. وبحسب الخبراء، يضاعف لاعب تركيا دور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا شعبية أردوغان قبل الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها العام المقبل. وأوضح الموقع أن بعض الخبراء يعتقدون أنه من خلال لعب دور الوسيط ضمنت تركيا إدخال إيرادات عالية لمدة أشهر إن لم تكن لسنوات، مشيرين إلى إمكانية شراء تركيا الحبوب وإعادة بيعها إلى دول أخرى بسعر أعلى. ووفقا للموقع، لم يكن قرار توقيع الاتفاقية أمرا هينا على روسيا، وقد أجبرت على ذلك عقب تبرئة الاتحاد الأوروبي نفسه من الوقوف وراء إثارة وتفاقم أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين. اندلع حريق غابات كبير يمتد بسرعة في كاليفورنيا، بينما تضرب موجة من الحر الشديد عشرات الملايين من الأمريكيين في نهاية الأسبوع، بينما تتوقع أجهزة الأرصاد الجوية درجات حرارة قياسية في وسط الولايات المتحدة وشمال شرقها. وامتد على مساحة 4800 هكتار، مدمراً 10 عقارات وملحقاً الأضرار بخمسة أخرى، وفق تقرير صادر السبت عن إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا. ونقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز عن مسؤولين تقديرهم أن محاصرته قد تستغرق أسبوعاً. وشهد الغرب الأمريكي في السنوات الأخيرة حرائق استثنائية من حيث حجمها وشدتها، مع امتداد ملحوظ جداً لموسم الحرائق، وهي ظواهر ينسبها العلماء إلى تغيير المناخ. والكاريكاتير أسلوبه الخاص في نقد الواقع. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.